الزول دم قراني مغناس انتي مغناسين يمدوكال تمدوكالين السوان كراف النغم محمد بابا نجار الا يتمتى تمس الحباس نتزاير الا فايد 90 نوسان نطلازت وجار 90 نوسان نظمي سيشا تزمر تستلا تضر تامن تشتلا تضر تغلب الا يتص السبيطار نلبليدت اما غر الا يطلب الا يدوموندا تموسنين انتي تلاي دوموندا تيلليس اسو محمد بابا نجار ولي قبيل هذه التواركه ولي قبيل ادير كحد وضيض ولي قبيل ادي السرشس في حد وضيض سوى مني الا يتناضى سوى مسن الحباس وجار 12 نسقاس امسن الحباس لكن غنسن آيات مزاب لكن غنسن أي مازيغن منايو إتوغي تجا تواغيت أما سنتان نطبزاب سي 2008 2015 2016 غل 2017 لكن السن نرقب ستطاوين النغ منايو تجا تواغيت دي تمورت الدزاير إليق أن بدت أن مونت أن جت تيديوت خاطي غير الفوط أن مغ العراس مغ العياد إليق انجت تيديوت دا ان مونت ان بدت في زرفان وفقان مدا ننتيدت باش ادنرت تلويت النغ ادنرت تيللي النغ ادنبي ازرفان النغ جو لونس ان ابل بور تو لي ميليتون لي زاكتيفيس دي دروا د لوم بور سوفي لا في دو محمد بابا نجار الي مانتونون دون 99 جور دو غراف دو لا فان son état de santé est dégradé. Il demande, il exige un procès équitable pour défendre sa liberté. Il est innocent, il est incarcéré depuis plus de 12 ans dans les prisons des pouvoirs algériens. Merci, Talib Mert. Choukra.